مرحبا احبائي، كيفكم؟ ان شاء الله انتم بخير وبصحه وسلامه يا رب. اليوم احنا اكلتنا لليوم هي مقلوبه، وكل الناس بحبوا المقلوبه. طبعا لنعمل المقلوبه في عنا هون دجاج. الدجاج هذا انا بنقعه بمي وملح وليمون وسكر، معلقه سكر. هون في عنا زهره، راح اعملها مقلوبه زهره. هون انا نقعت كاستين رز، نقعتهم مي سخنة وملح أو مي باردة وملح. في عندي بصل أوبشنال هذا، وفي عندي بهارات قرفة فلفل جوزة الطيب كاري هيل زنجبيل بهارات مشكلة ورق غار ملح طبعا هيل مطحون، كل هاي البهارات طبعا بدها بهارات منيح المقلوبة. وعندي كبش قرنفل كمان، كمان ثلاث ورقات من الغار. في عندي هون كمان كبش قرنفل. بتحطوا بهارات قد ما بدكم طبعا، ما في هي بتحب البهارات يعني المقلوبه. هلا اول شيء هون انا حطيت بالطنجره زيت اللي بدي اطبخ فيها، وطبعا زيت مش كتير غزير، زيت شوفوا كيف يعني تقريبا نص كاسه زيت. وحطيت الزهره صفيتها بالطنجره على نار عالية بالأول، وبعدين غطيت عليها. هون حطيت عليها ملح وفلفل، بحط عليها ملح وفلفل، وزي ما شفتوا وطيت النار للوسط. أول شي كانت على نار عالية، بعدين شوي وطيتها للوسط وبغطيها وبتركها على وجهي، على الوجه اللي حطيتها عليه لفترة. بعدين برجع لها بعد شوي وبختبرها، بشوفها اذا تحمرت من تحت. اذا تحمرت من تحت بقلبها على الوجه الثاني وبحمرها من فوق بنفس الطريقه، بقلبها وبسكر عليها الغطاء. طبعا هذا القلي مش غزير، هذا مش قلي تقريبا، هي يعني بتاخذ لون بس بتستوي على البخار، يعني ما هو قلي قلي، كميه الزيت كتير قليله بقاع الطنجره بس. طبعا هون زي ما انتم شايفين بقلبها وبرجع بغطي الطنجرة وبتركها. هلا هون انا حسيت انها خلص اخذت اللون اللي انا بدي اياه، فبدي اطلعها. طبعا للاطمئنان بحطها على ورق مطبخ عشان اذا فيها زيت زيادة طبعا كله يطلع يروح، يعني يخف، هو مش رح يروح بس بخف. برجع وبذكر اني انا ما قليتها، يعني مش قلي هذا. وهون هلا بطلعها من الطنجره وبحطها على ورق المطبخ. طبعا هلا هون بنفس الزيت اللي انا عملت فيه الزهره، ما بزيد ولا اشي، بحط الدجاج، ما بسلقه، بحط الدجاج. طبعا هون بدي انا احمر الدجاج مبدئيا، مش يستوي 100%، هون بخليه يستوي نص شي بس. بحط الدجاج زي ما انتم شايفين، وكان في شويه زهره ضلوا ما كان لهم محل، ضفتهم مع الدجاج ما حطيتهم. وهلا هون ببهر بحط البهارات كلها على الدجاج. طبعا الدجاج انا بنقعه بمي وملح وليمون وسكر. المي والملح طبعا بيقيموا الزنخه وبيعطوه نكهه، والسكر بيلين الدجاج وبيخليه على الطبق يكون يعني جوسي وهيك طري، يعني زي بفكك الانسجه تبعت اللحمه. هلا هون انا رح احط البهارات كلها. هون فلفل، حطيت فلفل وقرفة وهيل بدون ما اعير. طبعا انا هون احطه يعني طبعا المقلوبة بدها بهارات منيح، بهارات مشكلة، زنجبيل يعني شوي بس، الفلفل والقرفة
والبهارات مشكلة أكتر شي، والهيل كمان، وحطيت كاري، رشة زنجبيل. هون القرفة أنا عم بحطها، كتروا القرفة، القرفة بتعطي نكهة للمقلوبة وطيبة. هون أنا دقيت كبش قرنفل وحطيته، حطيت شوية كاري، هون أنا عم بحط شوية كاري بيعطي نكهة طيبة، وحطيت 3 ورقات غار، وبرشت جوز الطيب يعني بحدود يعني نص معلقة صغيرة، تكتروا جوز الطيب لأنها ممكن تمرمر. طبعا هون الغاز حامي شوي يعني على العالي، أنا حاطة الدجاج عشان بدي إياه ياخد لون، بدي إياه ياخد لون ومش يسوي بس ياخد لون، وبغطي عليه. هون أنا ضفت معلقة زبدة عشان يعطي شوية نكهة يعني، بغطي عليه وبتركه يعني حوالي 10 دقايق على وجهي، وبرجع بقلبه على الوجه الثاني وبوطي الغاز عليه وبتركه على نار يعني وسط. هلأ هون الرز أنا ببهره، صفيته من المي والملح، طبعا أنا كنت غسلته قبل ما أنقعه، 3 مرات غسلته، حطيت قرفة وفلفل وملح عليه، وهلأ بخلطه كله مع بعضه. هاي القرفة عم بحطها يعني تقريبا نص معلقة صغيرة، بخلط البهارات كلها مع الرز وبتركه ليجي وقته يعني. هلأ الدجاج بعد ما استوى نص سي، طبعا ما استوى كامل، بقيمه من الطنجرة وبحطه على، شوفوا كيف أخذ لون اتحمر. طبعا أنا كمية الدجاج هون عندي نص دجاجة، انتو بتقدروا تعملوا قد ما بدكم يعني بنفس الطريقة. هلأ هون أنا حطيت البصل، فيكم تحطوا بصل فيكم ما تحطوا بصل زي ما بدكم. هلأ هون بحط البصل أنا وبقلبه شوي ليدبل. إذا ما حطيتوا بصل مع الدجاج، طبعا الدجاج بعد ما 5 دقايق على كل وجه ياخد لون، بتوطوا الغاز عليه على الآخر وبتغطوه وبتتركوه يستوي لحاله. أما إذا بدكم تحطوا معه بصل، طبعا هون بيستوي نص سي، وهون أنا البصل حطيت شوية ملح، البصل هون بدبله تدبيل بس مش أكتر يعني، ما بدي يستوي بس هيك يعني أبو 5 دقايق يتدبل. هلأ هون بعد ما تدبل البصل برجع الدجاج فوق البصل بحطه. برجع الدجاج فوق البصل، طبعا أنا ما ملحت الدجاج بالأول، هلأ بدي أحط عليه شوية ملح. وبغطي عليه وبتركه على نار واطية يعني يعني مش يم واطية على الآخر على الآخر، وإنما يعني أقل من الواطية بشوي يعني واطية تكون، وبغطيه بخليه لمدة نص ساعة. بعد هيك بحط الزهرة وبحط الرز فوقها زي ما أنتوا شايفين، يعني بعد ما أتأكد إنه الدجاج استوى والبصل تكرمل وكل شي تمام، بصف الزهرة بالطنجرة وبحط فوقيها الرز. شايفين كل الأكلة بطنجرة واحدة يعني ما غيرنا، بحط فوقيها الرز برتبه هيك شوي. وبعدين بحط عليه مي، طبعا أنا حطيت مي بتغلي، حطيت مي يعني ما بدي تطلع المي عن الرز لفوق، لا يعني بس على سطح الرز، شايفين كيف يعني تتوصل المي هيك بهذا الشكل على سطح الرز، وبسكر عليها بخليها لتغلى، وبعدين بوطي الغاز على الآخر وبخليه تتنبت. هلأ هون أنا المنظر اللي راح
كنت أنا عم بقلي صنوبر ولوز بدون زيت وبدون سمنة وبدون إشي. هاي قلبناها المقلوبة، هذا مش محروق طبعا، هذا مش محروق، محمر، سو مبين هيك بالكاميرا. منرش عليها اللوز والصنوبر اللي احنا حمصناه تحميص بدون زيت، وهاي أكلتنا لليوم، وإن شاء الله بتكون عجبتكم وصحتين وعافية. بتمنى ما تنسونا من اللايك والشير.